السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم الملحن العراقي علي البلام. كنت طبعا مقيم في الدول العربية، اشتغلت في العراق واشتغلت في سوريا، ولكن لما اجيت على أوروبا على بلجيكا بالذات كان عندي أفكار جديدة لخلط الفن العراقي أو الفنون العراقية كاملة مع الفنون الأخرى، وهذا بطبيعة الحال طبعا يعمل تبادل ثقافات ولون جديد يطغي على الفنون الأخرى. يعني احنا بطبيعة الحال نعرف كل فن، كل إنسان يعرف الفن التابع لبلده، ولكن لو سمع هذا الفن بلون مختلف أو بإيقاعات مختلفة راح تكون فكرة أخرى وحب أكثر للفن. فجيت وعملت هاي التجربة مع فنان مغربي اسمه منعم المغربي، وفي استوديو بلاتينيوم في بروكسل مع الموزع الراقي طبعا استاذ مراد مجود، اوجه له تحيه، وعملنا اغنيه كان بغي، انا كتبت كلماتها ولحنتها، وصارت هاي الميكس او الخلطه اللي عجبت الناس ودخلت في خاطرهم. واتمنى يعني اعمل حاجات اخرى اذا مع الجزائر واذا مع مصر واذا مع غيرها، تكون تجربه تبادل الثقافات والارتقاء بالمستوى الفن العربي الى اعلى مستويات يعني. نعم. ومن بعد نجاح التجربة الأولى اللي هي كانت كان بغي وراقت مسامع الناس، صار في توجه من المطربين المغاربة على هذا اللون بالضبط، فاشتغلنا عليه، وإن شاء الله موجود كليبات اثنين راح نصورهم بالجديد مع مطربين مغاربة اللي هم رضا سلطان وحمودة خيري، وإن شاء الله راح تكون نجاحها بقدر نجاح كان بغي. ومن هذا المنبر أحب أحيي قناة بوابة مغاربة العالم لأنها فتحت المجال وسلطت الضوء على هذا الفن الجديد، وحيب أحييهم على مجهوداتهم وأحيي الكادر الفني كله وأحيي حضرتك طبعاً للتصوير، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ودائماً تكونون حصرياً في تغطية هذا النوع من الأغاني. شكراً جزيلاً.